هكلمكم شوية حوالين التنمية والحوار والتسامح والمواطنة من خلال تجربة معاشة أنا قمت بيها ووضعتها في دراسة وانتظرت أن أنا أتكلم فيها بعد ما تنشر الدراسة. الدراسة بالفعل نشرت في عدد مجلة الديمقراطية الصادرة عن مؤسسة الأهرام مع مطلع شهر يوليو الجاري، فمن هذا المنطلق أنا قلت أن أنا أكلمكم عن التجربة اللي أنا يعني عشتها أو تعايشت معها واللي سجلتها. طبعا التنمية دي جسر مهم جدا لبناء التعايش والمواطنة ما بين المواطنين. الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، وهي لجنة حكومية والأمانة الفنية بيرأسها السفير خالد البقلي، طلبت مني إجراء هذه الدراسة وقدمت لحقيقة كل أنواع الدعم والمساندة. ذهبت إلى الصعيد وأماكن أخرى، ذهبت إلى جامعات أهلية ومشروعات مجتمعية، وحاولت أن أنا أشوف جانب آخر أحياناً ما بنشوفوش إحنا في الحياة داخل المجتمع المصري، وده تقصير من الإعلام وتقصير مننا كلنا والباحثين، أنه لازم نسلط الضوء بكثافة حوالين ماذا يجري على يعني على سطح هذا المجتمع، ونحاول ان احنا نستخلص دروس مستفادة. انا زرت مجموعة من الجمعيات، في جمعية اسمها مع للتنمية في النخيلة، اسسها قس وشيخ قس متى شفي، ومن كنيسة كاثوليكية، واسسها شيخ اسمه سيد عبد العزيز. تعبر عن المواطنة لكنها بتقوم بجهد كبير جدا في سبيل بناء جسور التنمية داخل المجتمع، وشفت حقيقة أنشطة متميزة جدا عاملاها في النخيلة وخارجها. وطبعا احنا عارفين النخيلة كان ليها أوضاع خاصة جدا في التنمية تحديدا. جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، ودي من الجامعات الكبيرة والعريقة، وبتدير مدارس مجتمعية، مدارس موجودة في أماكن فقيرة أو أماكن حتى غنية بس ما فيهاش مدارس، فواحد بيتبرع بمكان ويجيبوا مدرسين ويحاولوا ان هم يجمعوا الأطفال، وأسرهم كمان يعني بتبقى محيطة بالتجربة. لقيت أطفال مسيحيين ومسلمين ومدرسين مسيحيين ومسلمين، حاجة من التعايش اللي موجود داخل المجتمع، بل ان بعض الذين تخرجوا من هذه المدارس المجتمعية ووصلوا مسيرة التعليم ودخلوا الجامعة عادوا مرة أخرى مدرسين أو داعمين لهذه المدارس. تجربة مهمة شفتها في بعض مراكز أسيوط. في المنيا شفت أيضا جمعية الأسر المسلمة في مشروع مع هيئة إدام، وهي هيئة كاثوليكية في قرية بني عبيد، إزاي الناس ممكن يجمعوا مع بعض ويعملوا مشروع مشترك. جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بالمنيا، مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، وهي لسه يعني مؤسسة حديثة النشأة لكن اشتغلت كويس جدا في الصعيد من خلال مبادرة سفراء الريف. الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية عندها مشروع مهم ومشروعات كتير يعني، وبتدعم بعض الجامعات كمان في صفة اللبن، وازاي ان كان في انقسام كده مجتمعي ما بين المواطنين من ناحية مسيحيين ومسلمين، لكنها قدرت ان هي تتجاوز هذا الانقسام من خلال التنمية والعمل المشترك، وبقت المكان دلوقتي بقى مختلف وبقى نموذج لما يمكن ان تقوم به التنمية في بناء الجسور. ايضا اسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، ودي طبعا يعني تتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولديها مشروع اسمه سالمو، والمشروع ده كان بالتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئات أخرى، وشفت إزاي إن من خلال تجربة العمل المشترك والتعايش ما بين مسيحيين ومسلمين إزاي قدروا يتجاوزوا عدد من الصعاب، زي مثلا وباء كوفيد-19 أو كورونا، أو العمل في مجال التوعية وبناء الوعي في قضايا كثيرة. التجارب هتحتاج مني وقت طويل ان انا احكي ليكم عن التجارب لانها كلها تجارب مهمة، لكن انا خرجت ب
12 درس مستفاد. يعني قعدت افكر كده واستخلص من هذه التجارب، خرجت ب 12 درس. انا هقول لكم الدروس دي بسرعه. اول حاجه، لابد من ربط التنميه باحتياجات الناس الحقيقيه. لما تنزل اي مكان دور على احتياجات الناس وحاول ان انت تعالجها، مش جاي بتصور من الخارج عن هذه الاحتياجات. الامر الثاني، التنمية رحلة تغيير. من خلال التنمية بتتغير، بتقابل ناس جديدة، بتستمع إلى أفكار جديدة، بتقوم بزيارات مختلفة. كل ده بيديك وعي ورؤية مختلفة. الاستفادة من الطاقات البشرية اللي موجودة في المكان المحلي. كل قرية فيها أطباء وفيها مهندسين وفيها متعلمين وفيها ناس عندهم خبرات جيدة جدا. لابد أن مشروع التنمية يستفيد من كل هذه التجارب والخبرات. التوجه الوطني والابتعاد عن المسجلات العقائدية. الناس لما تتجمع مع بعض حوالين مشروع مشترك في التنمية هتنسى فكرة الاختلاف الديني، وهتبطل ان هي تتساجل في امور لا تبني المجتمع ولا تبني حتى الشخص. الامر الخامس، لابد ان احنا نعبق القدرات المؤسسية اللي موجودة في المجتمع المحلي. يعني نعمل شراكة بين اكتر من جمعية، دول عندهم مكان ودول عندهم استاف كويس عاملين، ودول عندهم برامج ودول عندهم امكانيات. تضافر الجهود بيؤدي الى تنمية افضل. الامر السادس، العمل مع فئات كتير من المجتمع، ستات، رجالة، اطفال، شباب، شابات. وازاي انا شفت في النخيلة ازاي شباب وشابات بيلتقوا وبيتكلموا في قضايا الوعي، وازاي ان هم بعد فترة كده من الخوف والارتياب بدأوا ان هم يقربوا من بعض ويعرفوا بعض اكتر، ودي تجربة مهمة. الاهتمام باشكال جديدة من التواصل. يعني الحياة مش كلها اجتماعات ومحاضرات وندوات، لا، في تواصل عبر الفضاء الالكتروني والاونلاين. ده مهم جدا بالنسبة للاجيال الشابة والناشئة بالذات. مواجهة الاراء المتطرفة والانعزالية. لابد يكون لينا شجاعة ان احنا نواجه الاراء المتطرفة. سألت بعض الناس في الاول، انتوا ازاي تعاونتوا مع بعض في كل هذه القضايا؟ قالوا لي ان احنا كان عندنا اصرار ان احنا نواجه اي افكار بتدفعنا ان احنا نبعد عن بعض. فبعد فترة لقينا الافكار دي بتتراجع والناس بتقرب من بعض اكتر. اهمية القيادات الوسيطة، المدرس، المعلم، القيادة المجتمعية، موظف في مكان، إمام مسجد، قس في كنيسة. دي قيادات وسيطة بتاخد أفكار كبيرة وتنقلها للناس ببساطة. دول ليهم دور كبير جدا إن هم بيرفعوا وعي الجمهور، لأنها هتجيب واحد مثقف ولا مفكر كبير يكلم الناس ممكن ما يستوعبوش تعقيدات الأفكار. لكن القيادات الوسيطة زي الإعلام وزي المدارس أو المدرسين أو خلافه، دول اللي بيقدروا يوصلوا الأفكار. انعاش الذاكرة الوطنية. لاحظت إن هم جم كانوا ييجوا دايما في رحلات من الصعيد يزوروا الكنيسة المعلقة ويزوروا الكنائس اللي في مصر القديمة ومسجد عمرو بن العاص، وبيزوروا بعض الأماكن اللي بتنعش الذاكرة الوطنية وتبين لهم إزاي إن في آثار مصرية سواء كانت دينية أو آثار مصرية قديمة كجزء من الوعي التاريخي بالنسبة لهم. الاهتمام بالفن، عملوا كورال ورسموا على الجدران وقدموا تجارب جديدة في التعبير عن أفكار في المواطنة والتعايش والتسامح فيما بينهم. آخر حاجة، لابد إن احنا نهتم بالتوثيق. أي تجربة محتاجين نوثقها، نكتبها، نسجلها. ليه؟ عشان اللي يبدأ تجربة بعد كده يبقى عنده رصيد يبدأ منه. مش كل مرة عايزين نخترع العجلة، ومش كل مرة نبدأ من الصفر. دراسة أنا استفدت منها شخصيا، وتجربة أنا يعني كنت سعيد جدا بيها، وبشكر فعلا اللي ساعدوني ده الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبالأخص السفير خالد البقلي، لأنه بالفعل قدم كل دعم ومساندة في إجراء هذه الدراسة ثم نشرها في مجلة الديمقراطية.